مسلسل حميد ونوير مع إبراهيم الدوسري وهيلة الفراج. يا نوير لبي، مش عشان اليوم عشانه؟ اي والله رجل توك متغدي حلالنا بطنك بهدود. مرات انت يا بنت الحلال، ما غير لا هام جيبي لي حلا، جيبي لي اكل، جيبي رز، جيبي مكرونة. حرام؟ ما هو بحرام، بس عشان صحك. صحتي انا الزم فيها. انت الزم بي ايه؟ لا ترقى الدرج تنهى تقول ترى قلبي يعورني رئتي مدري شبه. انت اللي والله جيبت لي المرض. وبعدين انت شايف شكلك في المراية كرشك كل ما له في شهر ذا. ما شاء الله ابو غلبت. وش ذا الكلام انت؟ وش ذا الكرشه؟ ما شاء الله في شهر. ابعد عيدت، ابعد عيدت تمسكين كرشه. والله يوم اني حامل بسعيده بطني ما كانت سدى. طيب تذوب ما بس الحين ابي كبسه، ابي مندي، الواحد وده يعب عشوه زينه، ابي ذا البهاره شبه بيدي. مره بالاسبوع، مرتين، ثلاث، مو فطورا وغدا وعشاء. تبي زبد وتبي سمنة وتبي حلا وتبي رز. علمت السالفة؟ سم السالفة هني أنا يعني مكثر بالأكل. أي ولكني صراحة ناوي أسوي تكميم. أنت صاد؟ إيه هذا الطب. وش بالمقص؟ تعال قصها لك. تعال. لا ما هو هذا المقص. هذا المقص ذبيحة. ها قصي ذبيحة تزيني لنا من ذا الكبس. هذا تعال هجي تعال. واسع التعامل يا مرة أنت. خلا تعال أقص معدك. مو تقول قص. لا ويقولون في الواحد يبي ينحف ما تبونه ينحف، وان بغي يجينا مكرشين قلتوا مكرش. اي تراك مكرش. وش ذا الكرش؟ شكلك يفشل. اللي ما عنده كرش ما يسوى قرش. وشو؟ اي هذا حدسي الناس الفاضية. اي ولا بحط لي بالون. وش بالون؟ بالون. تعال هذا بوبو. هذا البالون سم. اقول عنه لا تستظرفين، انا ماني بناقصش انت بعد، انا ابي كبسه الحين. يلا قوم حيمي. انت تعرفني اني انا ادور مصلحك صح؟ اي صادق. عمرك قلت لك حدس ولا علم ولا شورن اخرطي؟ نادرا. وشو؟ نادرا. وشو؟ نادرا. وشو؟ صراحة الواحد ما يكذب حرام. عندي لك علم. هاتي. ورا ما تريض البس ذا الترينج الزين ويزينك وتشبب، والبس ذا الشوز المرتب وأبروح أنا وياك للممشى وتعاوني وعاونك. وتبين رجال الحارة يشوفون يمشي وشبه ذا الكرش؟ وشبه إن شاء الله. هذا الشهر كرش، الشهر الجاي كريش، الشهر اللي بعده راحت الكرشة، وأنا بعاونك بالأكل الزين. تحقين؟ والله لحط لك أكل به زيت زيتون وقليل السعرات الحرارية. والله إني قايل أبو أمسها عجارنا. وشبه؟ مكرش قبل 3 شهور راحت. وشو؟ لا ما هو مسوي تكميم؟ لا درت. ما حد يسوي مك تكميم يا ابوي الا المرضى او اللي ما يقوى روحه. وانت تقوى روحك ما شاء الله عليك، رجال سنع وما عليك زود. يلا عاوني. انت ما شفتيني يوم اني راس حربه؟ صدق شفت صورتك ذيك الخرطي اللي حاطه على والله اني مسجل قولين في الصوره. والله ما عندك مع جدتي. اسوي رياضه؟ رياضه تمشي إن شاء معي الله. وامشي معك كل يوم. انزل لي ذا السلوليلات بعد الفجر عشان ما حد يشوفنا. مسلسل حميد ونوير مع إبراهيم الدوسري وهيلة الفراج.